تاني عدد نجوم السما وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني معالي الباشا. معلش بدوش معليك، محسوبك الملط. معلش أنا آسف، لو ما كانش الظرف طارئ أنا ما كنتش اتصلت ودوشت معليك في ساعة زي دي. لا لا لا، مش خير يا باشا. خميس أفندينا وصل وسهران عندي الليلة. لا 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 لا، اطمن معليك، رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجأة جابها تاني. الحكاية محتاجة زقة من معاليك وقفلة الحدوتة بايخة، لازم تنتهي قبل ما تبتدي. أمرني يا باشا، أمرني معاليك. مع السلامة. النبي ما تزعل نفسك. ايوه يا مسامية. ايه ايه بتقول ايه؟ مسامية خليك معايا، خليك معايا. بعد اذنك يا فندينا. فندينا بعد اذنك بس. روح. لا اروح مين؟ لا بداية الليلة. ايوه. زي ما انتوا يا بنات. هطمن على زمايلكم وراجع على طول. ماله. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت تسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح، لسه صايعه زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك، ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. انا اقدر. اه مسامية، معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ست ما كده كده هتعرض يا نبى الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليه. انت قلقانه من ايه؟ مش شمعوا البنسيون؟ خلاص مش هلاقي حته اتلقى حنام فيها، يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي، حاضر حاضر، هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه، ولا احسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي، مساكين جوه. فين؟ جوه العنبر. يلا في بلا احسن، اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني.
بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصيت لي من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل، قلب المؤمن، حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الانسان. اه هو ده الانسان، الخساره في حبل المشنقه. بس انا عايز اسالك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم، اول خميس ملوش جمعه لا. لقيت بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني، انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس، ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا. انت فاكر ياد المده بيرمرم كده يالا ليه؟ والمده بتاع عيال المده عنده مزاج وبيناقي الجته اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت ما تثبت يا اثبت يا. افتح بقك يا. ابوك ياد عارف انك هنا؟ ما ظنيش انه بالغباوة دي. ولا يا زوز؟ ما ظنيش. الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. المعلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامة دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك. كلام امك لا. ها؟ اثبت اثبت يا. اخلص. عرفت حاجه؟ وصلنا له يا كبير. فين؟
كباريه المالت بيضون رائد لافندينا هناك. وانت كنت فين؟ وازاي تسيبه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه. يلا بينا. خميس قفش الدنوع في كباريه المال وعمل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح، بس شكله كان نوع على الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص مال وشك مسفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالسهل. حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه، لم الرجاله وروح في ظهر خميس احسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا، استرها. الزوز راح ربطه في كرسي كأنه حرافي، وروحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذة واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص بالضحك قد وسطك يجي 100 مرة. ايوه يا خميس يا حبيبي، بس انا خايفة عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شوية يا اخوي، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ تخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ولا انا بهزر ولا انت شاك اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفة عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانة؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومة؟ أسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وأنا ببنيه طوبة طوبة. أنت ما تعرفيش أنا تعبت قد إيه ولا شقيت إزاي عشان أبني البيت ده. أنا اتذللت للزباين، أنا ياما كنت أقف للزبون أثبته وأتذلله، اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص أثبته عشان ياخد له وقية، واللي بياخد وقية ولا وقية ونص أثبت فيه عشان ياخد له فرش إن شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. أنا شقيت يا رمانة، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي أنا فيه وبقيت كده. أقوم بقى سايب كل ده في الآخر وأقف أتفرج؟ ساعتها مبقاش أستاهل اسم أفندينا يا رمانة. أيوة بس أنا بصراحة كده ماليش فيه، أنا بحبك يا خميس وخايفة عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة، غلط بقى ولا صح هو ده أنا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه